السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنبدأ أول حلقة من دورة تصميم مجسم الريف المصري، وإن شاء الله هتبقى أول دورة على اليوتيوب مكونة من مجموعة حلقات نتعلم فيها تصميم مجسم الريف المصري، وهنتعلم فيه تصميم مجسمات كتير إن شاء الله تستفادوا منها. هنجيب قطعة خشب أبلكاش بمساحة مناسبة، والقطعة دي هي اللي كانت متوفرة عندي. هنجيب غراء خشب شفاف ندهن بيه الخشب بالكامل، ونبدأ نلزق عليه قطعة فوم بنفس مساحة الخشب. بعد كده يا جماعة هنجيب قلم في الماستر ونبدأ نرسم الشكل اللي في مخيلتنا. تمام، طبعا كل واحد بيرسم الشكل زي ما هو عاوز. انا مثلا فكرت ان انا ارسم بيت ريفي ومثلا وجنبيه شكل نخلة، او وفي مثلا مكان للزراعة، وفي مثلا مكان للسقية، وفي برج حمام، وفي عربية كده يعني. تمام، وفي طبعا شجر. فكل واحد بيرسم الشكل زي ما هو عايز حسب المساحة المتوفرة قدامه وحسب الاشكال اللي يقدر يعملها. وطبعا يا جماعة واحنا شغالين برضو في المشروع ممكن نغير حاجات، يعني ممكن مثلا البيت يكبر شوية او يظهر، او نزود بيت تاني، او نزود حاجة، او نلغي حاجة. انا مثلا فكرت في الاول ان انا اعمل ساقية، وبعد كده وانا شغال في المشروع لقيت ان المكان مش مناسب ان انا اعمل في الساقية، فلغيتها وعملت فكرة تانية. فطبعا وانت شغال في المشروع ممكن يجد عليك افكار جديدة تبدأ تستبدلها بالافكار القديمة بحيث يكون المشروع متكامل وشكله حلو. دلوقتي بعد ما رسمنا الشكل اللي في دماغنا هنبدأ نجيب طبقة تانية من الفوم ونقصها ونلزقها فوق القطعة الأولانية بحيث ان احنا نعمل المنطقة دي أعلى شوية، لأن انا عايز اعمل المكان ده عالي ونازل كده على واطي شوية، بحيث يكون المكان العالي يكون موجود فيه البيت ومثلا قاعدة دكة خشب ونخلة، والمنطقة السفلية هعمل فيها أرض زراعية. تمام، فأنا دلوقتي بجيب الفوم وبقطعه وبعمل المكان كأنه نازل كده، وأبدأ بعد كده ألزق الفوم دوت في الفوم اللي تحتيه بالغراء الشفاف وأسيبه ينشف. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو انا دلوقتي بشيل كل الزيادات واحاول ان شاء الله ان انا الزقه. شوفوا الفيديو وتابعوه هتستفيد منه كتير ان شاء الله. طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين ان انا بجيب الغراء الشفاف وابدأ ادهن بيه قطعة الفوم بالكامل والزقها على القطع اللي تحت. تمام، في بقى طريقتين ان انا اخلي اللزق ده متماسك جدا والقطعتين لازقين في بعض، ان انا اجيب حاجة تقيلة واحطها من فوق على الفوم بحيث يبقى في ضغط على الفوم، او الحاجة التانية ان انا بجيب الخلة بتاعت اللي هي الاسنان وابدأ اعملها كده زي ما انا عامل في الفيديو بحيث تمسك الشكلين في بعض، وبعد ما ينشف ابدأ اشيله. دلوقتي انا جبت فرشة سلك وببدأ اعمل فيها خشنة في الفوم زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بشيل الطبق الاولاني من الفوم بحيث اخليه خشن بحيث ان هو يبقى قابل بعد كده ان انا احط عليه خامات اخرى. هنا برضو بعمل الارض الزراعية بشكلها زي ما انا عايز. الارض الزراعية بتكون في اماكن مرتفعة واماكن منخفضة، فانا بعمل الكلام ده كله بالفرشة السلك. بعد ما نخلص ونعمل الشكل بالكامل ونشيل كل الزيادات منه بندهن الشكل بالكامل بالغرق ونسيبه ينشف. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا علشان بنهيئ السطح انه يكون قابل ان احنا نحط الخامة التانية عليه، وهي المعجون هتشوفوها دلوقتي. بعد كده هنجيب معجون اسمه معجون الممتاز، ده حاجة كده شبه الجبس بس احسن منه وبينشف في وقت طويل شوية وبنقدر ان احنا نشكله زي ما احنا عايزين. ده ممكن تلاقوه
عند أي حد بيبيع مواد الدهانات. المعجون ده يا جماعة بيبقى عبارة عن بودر، بنجيبه ونحطه مثلا في علبة بلاستيك، نبدأ نحط عليه مية ونسيبه لحد ما يتشرب المية، وبعد كده بنقلبه تقليب جامد جدا، وبعد كده بنسيبه مثلا حوالي نص ساعة أو ربع ساعة لحد ما يكون المعجون تماسك في بعضه كويس وبقى حلو. نبدأ نفرده على الشكل بالكامل، وهنا دلوقتي أنا برش مية عليه علشان هبدأ إن أنا مثلا بإيدي كده أو بأي أداة وأظبط الشكل بحيث يعني يكون حسب ما أنا عايز. دلوقتي أنا بجيب برضو هوت المعجون وببدأ أعمل الأماكن البارزة أو الأماكن العالية من الأرض الزراعية بالمعجون، بحيث إن أنا بعد كده لما أجي أحط على التربة بحيث يكون في أماكن عالية وأماكن منخفضة. هنا انا جبت شوية تراب من الشارع عادي خالص وحطيتهم في علبة بلاستيك، وجبت شراب حريمي، وبدأت ان انا ادهن الشكل بالكامل بالغراء الشفاف. ودلوقتي اهو زي ما انتم شايفين، بعد ما بدهن الشكل بالكامل بالغراء ببدأ اجيب الترابة وابدأ اعملها كده على الشكل من فوق زي ما انتم شايفين. الأماكن بس اللي فيها الغراء هي اللي بيلزق فيها التراب. يا ريت يا جماعة اللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو يدعمنا بلايك علشان الفيديو يوصل لناس كتير. بعد ما نرش التراب على السطح بالكامل ونسيبه ينشف شوية، بنيجي نحط غيرة تاني على التراب. فأنا دلوقتي قصدت إن أنا أحط الغيرة بطريقة خطأ عشان تشوفوا النقطة دي. وانتوا يا جماعة حطيتوا غيرة على التراب على طول من فوق كده، الغيرة عمره ما هيمسك في التراب، تمام؟ لازم يبقى في حاجة وسيط. فالوسيط هنا اللي انا بستخدمه هو عبارة عن كحول. يعني انا بعد ما برش التراب على وش التربة على وش السطح اللي انا محتاجه، يعني ببدأ ارش المجسم بالكامل بالكحول علشان يبقى هو يعتبر هو الوسيط اللي بينه وبين الغراء اللي بعد كده. فلما ارش كحول وبعد كده ارش غراء، يبدأ الغراء دوت ينشف ويلزق في التربة. بعد كده بدأت ادهن الجزء اللي تحت اللي هو الخاص بالارض الزراعية بالغراء، وبعد كده هبدأ ارش عليه تربة زراعية اللي هو اسمه الشرب او التربة اللي هو العادي اللي هو بتاع الزراعة. ببدأ برضه احطه في علبة، احط الشراب دوت بيبقى حاجة بسيطة كده، حاجة زي المنخل يعني، عشان ينزل لي بس التراب الناعم. ودلوقتي اهوت بعد ما الترابة بتنشف كلها ببدأ ارش كحول وابدأ احط عليه الغيرة. هتشوفوا دلوقتي معايا بقى الفرق ما بينه وما بين الحتة اللي كانت قلتلكوا عليها قبل كده. احنا دلوقتي لما نيجي نحط الغيرة شوف هيعمل ازاي، هينزل على طول وهيفرش كده على الشكل، لكن لو مرشناش الكحول هتلاقيه بيعمل كده زي البابلز كده فوق الترابة كأنه مش عايز يمسك فيها، تمام؟ طبعا ببدأ احط طبقات ترابة خفيفة وترابة تقيلة حتى ما ابدا اكون الشكل بتاع الارض الزراعيه، وبين كل مره والتانيه بحط غيرها بحيث يكون كل الاجزاء متماسكه ببعضها، كل التراب ماسك ببعضه. وبعد كده بنفض الشكل، بعد ما ينشف بشويه بنفضه بينزل منه كل الزيادات. وان شاء الله يا جماعه تكون الحلقه دي خلصت النهارده، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. وان شاء الله في الحلقه القادمه هنعمل الزراعه ونبدا نزرع على الارض بمواد سهلة وبسيطة وخامات متوفرة. شكرا لكم، وانتظرونا في الفيديو القادم.